من تقول صباح؟ الأمي وأبوي وإخواني وجدي وأختي وكل الناس. صباح الخير لكل الفقرة بالعراق اللي ما عندها لا شغل ولا عمل، أقول معينكم بعين رب العالمين. أول شيء بالأخص الأم والأبائنا وأصدقائنا وأهلنا وجيراننا، يعني أحنا صباح خير تصبح بوجوههم، هي الخير والبركة في البيت من تشوف أمك وأبوك، لأن هي الخيمة الأساس، الأم والأبو اللي ما بي البيت ما بي أم، يعني هذا اعتبره منتي لأن هم أساس الأسرة. أقول صباح الخير لأمي، الأمي والأخوتي والشعب العراقي، صباح الخير يا عراق. كل الناس يا ولد شوفها تقول صباح الخير، أي الله على العراقيين وعلى الكل. أقول صباح الخير للعراق وعلى أمة محمد إن شاء الله. أقول صباح الخير لقواتنا الأمنية البطلة وللشعب العراقي وأبطالنا اللي بالسواتر هسه بالحشد الشعبي المقدس. صباح الخير للشعب العراقي أجمعين، وإن شاء الله يعمل أمان على شعبنا العراقي. صباح الخير للعراق، احنا من اهل البصرة، جينا هنا نزور موسى بن جعفر، زرنا موسى بن جعفر وجينا نتجول بأجواء بغداد. صباح الخير للعراق وصباح الخير على جامعتي جامعة البصرة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وصباح الخير على الشعب العراقي أجمع، ويا ربي يأمن الأمن والأمان علينا وستر والعافية إن شاء الله. صباح الخير كلمة طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي المقابل، فأكيد هي الكل محببة، بس بالبداية الأقربون، الأب الأم إذا كانوا موجودة والعائلة والجيران أكيد. صباح الخير لكل إنسان أشوفه الصبح أقول له صباح الخير، سواء عرفه أو ما عرفه، وأقول له إذا قاعد مصفي هم أقول له مو صباح الخير، بالإضافة صباح الخير براه أقول الله، أقول الله بالخير، لأن العراقيين يحبون الخير ويحبون صباح الخير